لا يعني كلمة طبعا اكيد سلمى بالوضع الراهن يعني اكيد معروف للكل الضغوطات النفسيه اللي عم نعيشها، كان اقتصاديا اجتماعيا، ضغط البيت، ضغط العمل، هدول القصص كلياتهم ممكن مو ممكن هو اكيد حيتعبنا يعني. وبهيك حالي دائما سلمى بنبحث عن طرق ولو كانت بسيطه ولو كانت جدا بديهيه حتى نريح اعصابنا، نريح اجسامنا ونتخلص من هي الطاقه السلبيه. صحيح رشا، ويمكن كلياتنا بنسال شو هي هي الوسائل. بنسمع كثير حكي في ناس بتقول حاجه تنظروا علينا، لا تقولوا لنا بنساوي هيك وساوي هيك، تقعدوا محلنا. ولكن الحقيقه انه في بعض الطرق اللي الكل اتفق عليها بالعالم واللي هي الرياضه. الرياضة هي من الوسائل اللي بتفرغ الطاقة، بتنشط الجسم وبتعطي حيوية. أكيد بتخفف من الضغط النفسي، وكثير أشخاص بنشوفهم بيعانوا من موضوع الضغط النفسي، وبتظهر آلام على جسدهم، كان آلام ظهر، آلام رقبة. اليوم اليوغا هي حل من الحلول وهي من الطرق الشائعة لنخفف من موضوع الضغط النفسي. رح نحكي أكثر عن الرياضة بكل جوانبها وإيجابياتها وميزاتها مع مدربة اليوغا ريام شدايدة، وحضرتها مسجلة في تحالف اليوغا الدولي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. متفقة أنت وسلمى اليوم على الأخضر؟ ايه تمام. كريسمس. صباح الخير. اجواء الكريسماس. صباح الخير. هو بهذا الجو بهذا الوقت الواحد دائما بدور على الالوان اللي بتعطيه طاقه وبتريحه. يمكن الاخضر صحيح. هي لابسه زهر بفك القهر، ما هيك بيقولوا عنه؟ على من طاقه القلب كمان. هلا الاخضر لطاقه القلب والزهر كمان من طاقه القلب. كيف يعني؟ اشرحي لنا اكثر. هلا نحن عندنا في مراكز للطاقه بالجسم، هي بتخزن الطاقه. فهلا هن الاساسيات بيقولوا سبع مراكز للطاقه، بنبلش فيهم على العمود الفقري متوضعين من اسفل الظهر، شاكرا الجزر، الشاكرا من الا العزبه او سستهانة شاكرا، الضفيره الشمسيه. تمام، هدول الاسماء العربيه، لهم اسماء بالانجليزي واسماء بالسنسكريتي. والرابعه هي طاقه القلب منتصف الصدر. فكل شاكرا طبعا في بعد كل شاكرا لها لون وإلى عنصر مرتبط بالطبيعة وإلى صفات وإلى طرق لتفعيلها. فاللون الأخضر هو لون طاقة القلب. أكيد هو لون الخير. إن شاء الله يا رب الله يبعث أمين. الخير أمين. على بلدنا. خلينا نبلش هيك باليوغا. اليوم اليوغا علم كتير كبير، يعني الناس بتفكر انه اليوغا هو بس شخص قاعد هيك قاعده هاديه ورايقه وعامل كم حركه بايده وانتهى الموضوع. اشرحي لنا اكثر عن اليوغا. تمام. هلا اليوغا طبعا هي مثل ما قلتي علم، هي معتمد على العلم، على علم دقيق حقيقه، بس هي رحله، هي طريق روحي، هي سلوكيات. يعني انا مثلا فيني اقول لك هي بمعناها كحرف حرفيا يوغا من جذر يوغ اللي هي اتحاد. فالاتحاد هون هو اتحاد مع الكون، يعني هو اندماج او حاله وحده. تمام، التناغم. فهون باليوغا انا بدي اوصل هالعلم او هالتقنيات وهالطريق بده يوصلني لحاله تناغم روح فكر جسد. فهي طبعا جاي اساسا من الهند، يمكن صار كثير ما حكي عنها وكثير يعني كثير العالم عم تبحث فيها وعم تتابعها وعم هلا صار لها كثير اقبال بهالايام. اليوم الاقبال من الاناث او الذكور اكثر؟ هلا الاناث عددهم اكبر حقيقه، بس هي مو لانه هي مختصه للاناث، يمكن لانه الانثى بتلاقيه اقرب لها حاله الروحانيات. خليني اقول هلا هي كثير مناسبه للذكر كمان وللاطفال. هي طبعا اليوغا للجميع، هذا شعارنا، مو شعارنا، هي كونيا هيك. يعني ما في اصلا بالكون نحن ما عندنا ذكر وانثى، هي التكامل، هي حاله ين وين. فالذكر والانثى هن موجودين بداخل كل شخص، هي بس يتوازنوا انا بكون حاله راحه يعني سلام. خليني اقول فيمكن اقبال النساء اكثر علي بهالفتره، يمكن هن الموجودين اكثر بالبيت بجوز، او هن اللي اقل انشغالا، مع انه هلا كل النساء صارت عاملات. بس يعني الحاله انه بجوز هي طريقه تفكير، انا بقول بس كمان طريقه تفكير مو صح. أكيد. اذا بدنا نوجه بطريقه صح هي للجميع للاثنين. طيب كوتش ريام، خلينا نحكي اكثر عن انواع اليوغا اليوم وكيفيه تطبيقها بطريقه صحيحه. تمام.
هلا في كثير انواع لليوغا، اكثر من 40 نوع. طبعا يعني هلا كوني او بالهند بالحقيقه اللي منتشر او اللي انتقل للغرب ولنا هن الاكثر الشيء له علاقه بالنشاط الفيزيائي، النشاط الجسدي. يعني بيشوفها هلا هي لما يقولوا لك يوغا تامل، هي اعلى مرحله من مراحل نشاط اليوغا. فكري يمكن اكثر، مو نشاط فكري، هي يعني اخر شيء نو ثوتس، يعني بدك توصلي لمرحله عدم الفكر، بس مو عدم الفكر عدم التفكير، بس انه انت بدك تكوني حاله صفاء ذهني. فنحن هلا يعني انحطت هي ضمن طريق حط الحكيم باتنجلي، هذا ب 2300 بعد الميلاد، سوري قبل الميلاد، 2300 قبل الميلاد، حتى ضمن طريق. هالطريق هو 8 قواعد من الأذرع الثمانية. ففي شيء خارجي وشيء داخلي. شيء كان الشيء الداخلي هو اللي كان بالقديم، اللي هي حالة التأمل والاستغراق بالتأمل، هي بيقولوا لها السمادي، أحيانا بيقولوا لها النيرفانا. بس هلا بسبب الظروف ولأنه اليوغا عم تتطور مع تطور الزمن، عم تتعايش مع كل الظروف لحتى تخدم بالنتيجة، أنا بدي استخدم اليوغا لتساعدني، وبدي مثل ما يقولوا فاعلها بالطريقة اللي أنا بحاجتها فيها. فصار في انضاف إلى التمارين الجسدية، انضاف إلى أول مبدأين اللي هن ياما ونياما، أو هن مبادئ سلوكية أخلاقية، هي اللي بدها توصلني للصحة النفسية. هي هن نقول نحن الوصايا العشرة، الصدق، لا أول مبدأ هو اللا عنف، الصدق، عدم السرقة، يعني كل هدول المبادئ مبادئ سلوكية. أنا إذا عشتها بوصل لحالة صحية نفسية. بعدين بيجي تمارين الأسنة، بنقول لهم هن تمارين اليوغا اللي عم نعملهم، اللي هن بيفيدوا بتنطيط العضلات والأعصاب، بيخلوا الطاقة تمشي وتتدفق بالجسم بشكل سلس، لأن أنت عم تمططي الجسم، عم بتخلي عم تحسي بعدين براحة. هالراحة هي نتيجة مرور الطاقة، عبورة بالجسم، تحسي كمان بخفة. بعدها بيجي عنا ضبط أو سحب الحواس أو تمارين. هلأ عندك الأسنة والبرانياما. الأسنة هن التمارين الجسدية، البرانياما تقنيات التنفس اللي هي أساسية جدا باليوغا. بعد هدول الاثنين بيجي البراتياهارا اللي هي سحب الحواس. بس أتقن أنا الأسنة بيكون جسمي حاضر، بعد كل تمارين التنفس لأن أو تقنيات التنفس خلينا نقول هي بحالة القعدة، يكون جسمي حاضر فبتنفس، بلش أسحب حواسي للداخل، بعدها بفوت عملية التأمل اللي هي بدها توصلني لحالة صفاء الذهن والسلام الداخلي. نحن هلا قد ايه بحاجه لهذا الصفاء، ان كان الداخلي او الذهني، وخاصه مثل ما بلشنا مقدمتنا ضمن الظروف اللي عم نعيشها اليوم، كيف عم تستخدم اليوغا للتخفيف من الضغط النفسي؟ تمام. هلا اليوغا قبل شوي كنت عم بحكي انا برات الهواء انه لولا اليوغا انا ما قدرت استمر. ليه؟ لانه هي مثل الانتكاسه، عم تعبيها بتفضي بترجع بتعبي. عم نحكي يعني عن تجربه شخصيه. تمام. بس هي تجربه طبعا الكل عم يختبرها، كل حدا عم يعمل يوغا عم يختبرها، لانه هلا الضغوط موجوده. تمام. فانا شو بدي اعمل؟ بدي الاقي طريقه لفرغ الضغوط لحتى ارجع اتحمل بالنتيجه. يعني انا ما فيني غير بالخارج، بدي اشتغل انا على حالي، على نفسي، على حالي. تمام. فانا هون من خلال تمارين اليوغا وتقنياتها والتنفس، طريقة التفكير الإيجابية، السلوكيات الصح، أنا عم غير من داخلي، عم تصير أكثر قدرة على تقبل الوضع، عم تزيد قدرة التحمل تبعي. تمام. طريقة تفكيري اللي هي أحيانا أنا حتى إذا شغلة سلبية فكرت فيها عم بجذبها، فأنا لا، بدي طريقة التفكير الإيجابية اللي أنا عم تعلمها باليوغا وعم بحصل عليها بشكل تلقائي من ممارسة اليوغا عم تساعدني، لأنه اتحمل اكثر، اقدر استوعب اكثر هالضغط اللي عم بيصير، لانه حتى هالضغوطات عم تنعكس على الحاله الجسديه كامراض. صحيح.
مو بس على الحاله النفسيه يعني. طيب شو هن اهم التمارين بتخفف من هذا الضغط هيك اذا حبينا نعطي امثله اليوم نطبق معك؟ هلا تمارين اليوغا طبعا كثيره. هلا التنفس كثير مهم، التنفس، لانه التنفس هو مثل السويتش عندنا، بيقلب من النظام العصبي الودي لنظير الودي لحاله الاسترخاء. فحتى التنفس البطني العميق اليوغي هو عم بيعطي مثل اشاره للدماغ انه انت بحاله هدوء وسلام، انت بامان. اما اذا بدي اتنفس تنفس ضحل صدري اللي كل العالم عم تتنفسه، عم فعل هرمون الادرينالين اللي هو عم بيعطي اشاره للدماغ انه انت كن متاهب، انت بحاله خطر. تمام؟ فانا اذا قدرت فعلا على الاقل من اليوغا كلها قدرت اعمل تنفس، هي بكون قدرت غير شيء كثير بحياتي وبعاداتي كمان، لانه كمان اخر شيء اليوغا اذا ما قدرت تكون شيء من حياتي اليوميه ما راح استفيد منها. اكيد، وهي يمكن مثل ما بيقولوا بتعطينا كنترول على جسمنا، فبالتالي انا بقدر بس اضبط نفسي او جسمي بقدر اضبط طريقتي بالتعامل مع الاخرين. نحن عم نبلش بالجسد، بس الجسد هو هالاداه، يعني صحيح. هالاداه اللي انا عم بستخدمها لحتى اوصل للدماغ للناس واتواصل معهم. تمام، اي حركه بالجسد الا رده فعل بالدماغ. اذا قدرت انا اعمل كنترول على الجسد، انا ضبطت افكاري، ضبطت سلوكيتي، وقدرت اول شيء نحن نتواصل مع حالنا، لانه كل العالم تهرب لبرا. فاذا قدرت انا اكون متواصله مع حالي بطريقه صح، بتصير علاقتي مع الاخرين اسلس. صح. يمكن في كمان شغلة بدنا نذكرها، أنه الأدوات اللي بنستخدمها باليوغا هي أدوات كتير بسيطة، يعني مثل ما كنا عم نشوف بالصور ممكن فرشة أو مادة أو أي شيء غطى وبنقعد عليه على الأرض وشوية تمارين وبنبلش نشتغل باليوغا. ما بدها آلات، ما بدها أدوات مكلفة، وممكن بأي مكان نعملها. ولهيك الناس بتسأل هل يفضل أنه نعملها بمكان مغلق بالبيت فينا نساويها، ولا لا لازم بالطبيعة حصراً؟ هلا الطبيعة طبعا، انت عناصر الطبيعة والهواء النظيف والارض، مثل كنا عم نحكي عن الاندماج مع الكون مع الطبيعة، بتعطيكي طاقة مختلفة. بس حقيقة يعني نحن مو على طول متاح لنا مثل هلا بالشتاء والضبا. حتى لما حتى بالحالة العادية عن برد والضبا مو على طول في عندنا فسحات من الخضار لحتى نطبق فيها اليوغا. فممكن يعني انا مهم لاقي مكان مريح كوزي خلينا نقول، انه اقدر امارس فيه بشكل يومي اليوغا. يعني غرفتي اذا هلا يفضل تكون اول شيء مع مدرب. تمام. هلا بعدين بمرحله ثانيه حبيت انا اطبقها لحالي، بس تكون التقنيات عندي صح وانا بطبقها، لانه مهم انها تكون بشكل يومي او على الاقل 3 ايام بالاسبوع. فالمكان المغلق له حسناته، والمكان المفتوح له حسناته. أهم شيء يكون نظيف، مريح، دافي. مثلا نحن نستخدم إضاءة خفيفة، موسيقى، كل هدول الشغلات بتساعدني لحتى أوصل لحالة ذهنية وروحية معينة. يمكن المكان المفتوح بيقولوا أفضل، يعني هيك بتعطي طاقة للمكان إذا كان أحسن ما يكون مغلق. هلا فينا نأمن على طول ما في مغلق، ما في يعني. بس انه افضل حتى المكان المغلق انت فيكي، انت يعني كيف الطقوس اللي بتعملي فيها هو بتتاثر طاقته. يعني مثلا بيتك مغلق، في يوم يكون مغلق البيت مثلا، بس انت كيف بتعملي الاشياء لتكوني انت مرتاحه. وعلى طول طاقات محبه، طاقات ايجابيه. هلا الشموع عندنا كثير مهمه، انه بتسحب الطاقه السلبيه بتعطي طاقه ايجابيه، روائح البخور كمان، الالوان، كلها هي بتاثر على طابع المكان. يعني حتى لو ما كان مفتوح. ذكرتي الشموع والبخور، نحن قادرين باي وقت يعني خارج اليوغا انه نحن مثلا نطبق نشغل شمعه نشغل بخوره، ولا شو لازم يكون في طقوس معينه للقصه؟ فينا اكيد نستخدمها، بس هلا الحاله الذهنيه هون مهمه. يعني هلا انت لما بدك تشغلي شمعه وبخور ويكون مثلا قايم قيامته البيت مثلا او عجقه او ما راح تستفيدي من يعني اوكي هلا حلو هلا هي بتسحب طاقه، بس مهم انه نحن اي شيء له طاقه، بس تفعيل الطاقه تبعه بتركيزي عليه وبيحطه بالمكان الصح.
كل شيء بتحط بمكانه الصح بيعطيك النتيجه الصح. صحيح. كوتش ريام حكيتي ببدايه حديثك انه اليوغا متعدده والى مراحل، يمكن اخر مرحله هي المرحله اللي الناس بتشوف واحد قاعد وعامل هي الحركه، الناس تفكر اليوغا دغري بدي اروح اقعد هيك وخلص انتهى الموضوع. خلينا نحكي شوي كم مرحله وليش بنعمل هدول المراحل؟ ما فيني انا دغري انا حابه بس اعمل صفاء ذهن، بقدر ولا لا؟ طيب هلا نحن حكينا انه الجسد هو الوسيله اللي عم استخدمها انا. طيب هالجسد انا لاوصل لحاله النيرفان او السمادي او التامل العميق انا بحاجه يكون قادر اقعد ساعات طويله، ساعه على الاقل. طب انا هالساعه اذا كان ظهري عم يجعني، مفاصلي، ركبي عم يجعوني، رقبتي رح توجع بزياده، تمام، انا تركيزي رح يكون انتقل لمكان الالم، فانا عم بحضر، بدي احضر هالجسد لاوصل لهالحاله من خلال التمارين، من خلال طريقه التفكير، من خلال السلوكيات، من خلال الممارسه اليوميه. هلا اذا مو يوميه ثلاث ايام بالاسبوع برجع بعيد، تمام، فهدول كلها عم يحضر جسمي لأقدر وصل للحالة النهائية لليوغا. اليوم هيك إذا حبينا من حضرتك أو شيء خلينا نحكي عن المدة، يعني أو في ممكن يكون في سلبيات لليوغا إذا كتير زادت عن حدها بالوقت. هلأ هي بالنتيجة اليوغا أنت عم تحكي عن، إذا عم تحكي عنها كتمارين بس، هلأ ما في، أنت كوقت فيك تعمليها من ثلث ساعة لساعة ونص. هلأ حتى إذا حدا عنده طاقة جسدية يعمل أكثر كتمارين برجع، بس هلا نحن مثلا جلسة اليوغا ساعة ونص بس، فيها عندنا تنفس، عندنا مثلا 10 دقائق تنفس، عندنا تمارين، في تنظيف، عندنا استرخاء، في تقنيات تنظيف بنستخدمها بس هي مو الشكل اليومي، ممكن فصلي أو هلا اليومي بس النيتي، ما بعرف إذا شي مرة ممكن نحكي عنها، أو تنظيف الأنف، هي خاصة بهالطقس إنه بتنظف مسالك الأنف، الاحتقانات، الجيوب، بتساعد انه انا يكون تنفسي كل ما كان اعمق كل ما قدرت اكون مرتاحه اكثر، تمام. ف نحن المده الزمنيه بحددها انا حسب استطاعتي. وبرجع بقول لك نحن كمده زمنيه كجلسه موزعه، مو كلها تمارين جسديه ولا كلها قاعده ولا كلها يعني مو شيء واحد. هلا برجع بعيد اليوغا لتكون مؤثره لازم تكون سلوكيه يوميه، نعم، طريقه حياه. فانا ما فيني احدد انه بتضر اذا عملت زياده، يعني شو هي الزياده؟ ما انا حياتي صارت او جزء من حياتي او سلوكيتي او طبيعتي صارت جزء من حياتك اليوميه الاسبوعيه. صحيح. اكيد حيكون ايجابياتها كثير مهمه، ولكن نحن بحاجه كثير تدريب سلمى. اكيد. شو لازمنا حتى المهم النية. المهم النية والقرار، اتخاذ القرار لنبلش. صحيح. بس كلياتنا بحاجة نبلش هيك ندور سواء عبر اليوغا او اي طريقة تانية لحتى شوي نصفي ذهننا بهذا الوقت. بالختام نشكرك كثير على وجودك معنا. شكرا لك. هلا بس اخر كلمة، اذا تفضل. حكينا عن الطبيعة وعن اليوغا، فهلا نحن عاملين تمرين يوغا مجاني كل نهار جمعة بحديقة تشرين. حلو. للمفتوح للجميع، هي مشان اي نو ساعة؟ الساعة 9 صباحا. حتكوني مدربة حضرتك، معك حدا او لحالك؟ في معي مدربة ثانية عاملينها فاتحينها مجاني للجميع. اهلا وسهلا. حلو. كل حديقة نهار جمعة كلها تكون ايه عم تكون الاجواء كثير حلوة، يمكن مرقت صور كان بحاجتها نحن كثير هلا مثل ما حكينا يعني. اكيد اكيد نحن اكيد بننبسط فيكم، واهلا وسهلا بالجميع. شكرا لك. شكرا لحضورك. شكراً. وصباحك طاقه حلوه على طول، طاقه من القلب، اهم شيء القلب. صباح الخير يا رب. يا هلا. شكرا لك. اما هلا رشا